السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. الآن غنديرو تصحيح التمارين ديال لي كونديكتور اوميك. بيان سور الدرس هذا تعتبر ثالث درس في البارتي ديال الكتريسيتي ديال النيفو ترون كومان سيونس، بيان سور على خيار فرنسي. الوغ هنايا لو بخومييغ اكزيرسيس، دوك غنديرو هنا جوج تمارين. الوغ اون ابليك او بورن ا بي دو مونتاج سي دي سو اون تونسيون الكتريك يو ا بي. اذا هو هذا المونتاج اللي عندي. دوك عندي هنايا la tension U à B. Donc là, la tension U à B. Là, on dit la résistance R1, R2, R3 et R4. Bien sûr, là, le courant passe là, I, I1. Donc, là, on passe à I1. Donc, on va dire que là, on a I2 et I3. Alors, le premier, les données, on donne les valeurs suivantes. Alors, U à B12, on dit là, R1 égale 60 ohms, R2 égale 200 ohms, R3 égale 300 ohms, R4 égale 20 ohms. Donc, principalement, les données. Et dans la première exercice, la première question, calculer la résistance équivalente soumise à RE, soumise à 1, ou deux résistances R2 et R3. Voilà, donc, vous remarquez bien, on a R2, R3, yani sont en parallèle. Alors, on a R2 et R3 en parallèle. Alors, leur résistance équivalente, on ne peut pas aller à la qaïda d'elle. ان واحد على ار ايكيفالون ديالهم جوج ذاك يساوي لا سوم ولكن ديال المقلوب. اذا واحد على ار2 بليس واحد على ار3. اذا هو على ار2 ار3 ذا لا ريزيستانس ايكيفالون ديالهم هو سميتها ار او 1. اذا فوالا، اذا بعد توحيد المقام غادي نوحد المقام هنايا. اذا غيولي ار2 بليس ار3، اذا تيولي لا سوم على لو برودوي، ولكن مازال عندي واحد على ار او 1. الوغ باش نقلب هذا الشيء هذا، اذا تولي ار او ار او 1 على واحد اللي هي ار او 1، ولكن غادي نقلب حتى هنايا. اذا غيولي لو برودوي على لا سون. طبعا ملي غندير لابليكاسيون نيميريك غيولي 200 فوا 300 على لا سون. اذا النتيجه كتكون هي 120 اون. الوغ بالنسبه لا دوزيام كيسيون، كالكيلو لا ريزيستانس ايكيفالونت على لونسومبل دو سيركوي. اذا هنا غنديرو الان يعني ديال لو مونتاج كامل. اذا لي 3 ريزيستانس، اذا ملي غيولي عندي ار 1 ولا ريزيستانس ايكيفالون ديالي سميتها ار 1 وغتولي ار 4، غيولي كلشي اون سيري. فوالا، اذا هذا هو المونتاج دوفيان يعني ايكيفالون. لي 3 ريزيستانس سون اون سيري، الوغ لو ريزيستانس ايكيفالون هي لا سوم. وكندير لابليكاسيون نيميريك، اذا ار 1 تساوي ار 1، لان هنا لو ميم كورون باس. اذا اي 1 وتولي هنا عاوتاني اي 1 داز، هنا تيولي عاوتاني لو كورون اي 1، وبالتالي هادشي كلشي اون سيري. اذا لا ريزيستانس ايكيفالون ديال السيركوي كامل يعني اونتخ لو بورن ا اي بي، اذا هي لا سوم. اذا ار او 1 بليس ار او 1 بليس ار 1 بليس ار او 1 بليس ار 4. اذا كندير لابليكاسيون نيميريك، اذا 60 بليس 120 بليس 20 اذا ايكال النتيجه هي 200 اوم. اذا هذه لا ريزيستانس ايكيفالون ديال لو سيستيم ديال السيركوي كامل. اذا لا ديرنيير كيسيون، ديتيرميني لانتونسيتي اي 1 دو كورون دو لا ريزيستانس ار 1. علاش ار 1؟ لان لو كورون الى مشينا للشكل الاصلي فتلقاو ان ار 1 تيدوز فيها لو كورون اي 1، وبالتالي ممكن ان نطبق لا لوا دوم هو ان يو اس سي تساوي ار 1 فوا اي 1، ولكن المشكل ان ما عنديش لا طونسيون يو اس سي، وبالتالي ان الطريق هذا مسدود. دونك غادي نفكروا انني نستعمل لو مونتاج ايكيفالون، لو مونتاج ايكيفالون دو فيان. اذا غتولي لا ريزيستانس ايكيفالون ديال لو سيركوي كامل سميتها ار او، ار او اللي حسبناها اصلا في لا كيسيون بريسيدونت هو لا كيسيون 2. اذا هنا غنطبق لا لوا دوم، ولكن على لا ريزيستانس ار او. اذا لا ريزيستانس ار او التوتر بين مربطيها سميتو يو ا بي، اذا كيساوي ار او فوا اي 1. الوغ اي 1 كيساوي يو ا بي على ار او. اذا يو ا بي تساوي 12 و ار او حسبتها هي 200، بالتالي النتيجه هي 0.06 امبير. طبعا هذه خصها تكون بالاوم، عفوا بالفولت، وهذه بالاوم باش لانتونسيتي دو كورون خصها تكون بالامبير. دوك هنا كنخدموا في لو سيستيم انترناسيونال. اذا فوالا، دوك هادشي بور لا بروميير اكزيرسيس. الان غنمشيو لا دوزيام اكزيرسيس. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc je vais dire l'exercice 2. On dit soit l'association suivante. دوك عندي هنايا 5 ريزيستانس يعني مركبه كما كتشوفوا في هذا الشكل هذا. دوك عندي لا ريزيستانس ار 1 ار 2 يعني اون سيري، وعندي علاش اون سيري؟ لان نفترضوا ان لو كورون مثلا هو هذا اي، دوك لو كورون غيدوز هنا هو اي 1، ولو ميم كورون غيدوز في لا ريزيستانس ار 2 ولا اي 1،
وهاد لو كورون عاوتاني انا غادي يتفرغ، اذا غيولي هنا اي 2 ولو ميم لا ميم ريزيستانس لا ميم لو ميم كورون بليتو غادي يدوز في لا ريزيستانس ار 4. ولا ملي غادي يخرج غادي يخرج لو كورون اي، هنا شي كامل غادي يخرج غادي يتلاقاو عاوتاني في واحد لو نو وغادي يتقسم، غادي يولي ان اي فقط انه تساوي اي 1 بليس اي 2 لان طبقنا على الوا دينو. فوالا اذا هذا الشيء هذا نشوفوا الالي كيستيون اللي عندي. اذا كالكولو ار لا ريزيستانس ايكيفالونت ا ار 1 اي ار 2. اذا لاحظوا الان ان ار 1 و ار 2 يعني اون سيري وبالتالي لا ريزيستانس. اذا لا بروميير كيستيون اولا بعد داك هذا لو مونتاج ايكيفالون قبل ما نجاوبوا الاسئله، لو مونتاج اللي عندي انا هو ان ار 1 ار 2 يعني اون سيري سميتها لا ريزيستانس ايكيفالون غنجاوبوا عليها في لا بروميير كيستيون سميتها ار، ولا دوزيام كيستيون لا ريزيستانس ايكيفالون سميناها ار بريم. فوالا اذا لو مونتاج اللي عندي هذا ايكيفالون هذا، هذا الثلاثه ديال الشرط الثاني ايكيفالون، يعني ايكيفالون فوالا ايكيفالون لو يعني بمعنى ان هذا لو مونتاج هذا يكافئ هذا. اذا لا بروميير كيسيون نجاوبو، اذا قلنا ار 1 و ار 2 قلنا ان اون سيري تيدوز فيهم لو ميم كورون وبالتالي فلا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم هو الجمع ديالهم. اذا الوغ الى درنا التطبيق العددي اذا ار 2 هي 100 و ار 1 هي 1200 وبالتالي هي 300 اوم. نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. الوغ كالكيلو ار بريم لا ريزيستونس ايكيفالون ا ار 3 اي ار 4 دو لا ميم مانيغ ان ار 3 و ار 4 كي دايرين اون سيري. فوالا دوك بما انهم اون سيري يعني لا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم غيكون هي لا سوم ديالهم. اذا ار 3 ايكال 150 و ار 4 ايكال 50 وبالتالي فلا ريزيستونس ار بريم لا ريزيستونس ايكيفالون اور ار 3 و ار 4 هي 200 اوم. بالنسبه لا تروازيام كيسيون كالكيلو ار بريم ار دو بريم بليطو لا ريزيستونس ايكيفالون ا ار و ار بريم. لاحظوا الان ان هنايا في الشكل لو مونتاج ايكيفالون ان ار و ار بريم كي دايرين ف ولاو اون باراليل وبالتالي غنطبق عليهم القاعده ديال الخاصيه ديال ان تجميع لي كونديكتور اوميك اون باراليل. اذا فوالو تساوي اون لي ريزيستونس ار ار بريم سو اون باراليل الوغ واحد على ار دو بريم يعني كيساوي واحد على ار بليس واحد على ار بريم. دو لا ميم ماني غادي نوحد المقام هنا، لاحظوا الان وحدت المقام اذا ولا ار زائد ار بريم على لو برودوي، ولكن مازال عندي واحد على ار دو بريم. الو باش نلقى ار دو بريم غادي نقلب هادي غتولي ار دو بريم على واحد هي ار دو بريم، وغادي نقلب حتى هادي غتولي لو برودوي على لاسون. دوك الان يعني عندي ار بريم حسبتهم في الاسئله السابقه، اذا هي 200 في 300 اذا فوالا 200 في 300 على دوس على لاسون ديال 200 بلس 300 فالنتيجه هي 120 اون. فوالا الان لا ديغني كيسيون كالكولو ار ايكيفالون لا ريزيستانس ايكيفالونت ديال لاسوسياسيون يعني ديال السيركوي كامل. اذا لو مونتاج ايكيفالون اللي يكون عندي شنو هو؟ غيولي عندي لو مونتاج ايكيفالون دوك هذا اير و اير بريم بليطو اير و اير بريم شنو عندي؟ اير و اير بريم غيكون لا ريزيستانس هي اير سميتها اير دو بريم، وغيكون عندي اير 5 هي في الاخرى الوغ يعني انا لو كورون اللي دخل من هنا هو نفسه اللي غادي يخرج من هنا، وبالتالي ان اش غيكون عندي لا ريزيستانس ايكيفالونت ديال لو سيركوي كامله غيولي ار ايكيفالون كيساوي ار دو بريم اللي حسبتها في لا كيسيون بريسيدون بلس ار 5. اذا كندير لابليكاسيون نيميريك هي 120 بلس 160 اذا النتيجه هي 280 اوم. فوالا اذا هذا صح التصحيح ديال جوج تمارين. دونك الا كان عندكم يعني دي كومونتير ما نساش انهم تحطوا لنا في التعليق، اذا ديروا جيم وديروا بارطاج مع الاصدقاء ديالكم، والى ملتقى قريب ان شاء الله.